استاذ محمد يمكن اجي لحضرتك بقى في موضوع التسويق. مفيش تسويق هيقدر يتم ابدا لما يكون عندك اجنده. اجنده بيديها لك الاتحاد، خد يا فندم دي اجندتنا السنه دي، بعد اذنك اشتغل عليها. الكلام ده موجود في الاتحاد الخماسي ولا في متغيرات بتحصل بتخلي الاجنده تتغير من وقت للتاني؟ هو الكلام ده موجود في الاتحاد الخماسي، ونتمنى يكون موجود في الاتحادات كلها، واتمنى يكون موجود على مستوى مصر. يعني هديك اكبر مثال للتالق التسويقي في الميدل ايست هي دبي كالندر. تمام. الامارات. تمام. فالامارات وبعدين ماشيه على نفس النهج دلوقتي السعوديه. تمام. بالفكر اللي هم بيعملوا بيه التحول الرقمي والثقافي والرياضي والكلام ده كله، بيحطوا كالندر وهيمشوا عليه. تمام. وبيستعينوا، ما هو الحاجه اللي تحزنك ان هم بيستعينوا بايه؟ بالايقونات المصريه. فهم. يعني هم بره الناس كوادر، كوادر فنانينك ومثقفينك ورياضيينك والكلام ده، هم موجودين في مصر، هم بيستعينوا بيهم عشان يعملوا الثوره التسويقيه ليهم. تمام. فاي حاجه هيبقى لها كالندر، تمام، هتبقى سهله على التسويق. بص هقول لك حاجه، النادي الاهلي مدرسه في الحته دي من زمان. تمام. وزاد عليها بالهيستوري بتاعت النادي الاهلي بمجالس الادارات وتعاقبها من كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، كابتن محمود الخطيب. تمام. بالمنظومه اللي موجوده دلوقتي تسويقيا بمجموعه الشباب، بوجود الشركات التسويقيه للنادي الاهلي، بيحقق الغرض اللي هو تحويل الرياضي او الرياضه لمنتج، وهو ده اللي بتحتاجه الشركات عشان تديك فلوس. صحيح. تمام. فلوس على ايه؟ هي الفكره بالزبط. كلها بتنحصر في النقطه دي، انت ازاي تلعب على البيزنس نيدز بتاعت الشركات، الاحتياجات بتاعت الشركات. الشركه عايزه ايه؟ عايزه سبوتات اعلانيه، عايزه او الدور، عايزه ديستريبيوشن، عايزه لويالتي، ان هي تبقى مربوطه باسم لي ولاء ووفاء عند مجموعة كبيرة من الناس، فتقدر تنشر الحتة بتاعت المنتجات بتاعتها. صحيح. أو ولاء المنتج ده وربطه بالمستهلك والبطل والنجم والكلام. صحيح. ده كله. فانت كل ده منظومة، هي البيزنس بلان بتاعت المنظومة نفسها بتاعت الشركة. فتيجي تقول لك أنا حاطة مثلا 10 قروش علشان أصرف في الحتة دي. فانت في الرياضة زي ما المهندس شريف بيقول، لو في كالندر واضحه وصريحه، تدخل تقول له انا من ال10 قروش بتاعتك دي عايز 3 قروش، الثلاث قروش دول هصرف قرش هنا في شهر في كيو 1، وقرش ثاني في كيو 4، وقرش ثالث في كيو 3 مثلا. تمام. علشان خاطر انا عندي بطوله عالم هنا هيجيها 52 دوله، هيجيها 300 لعيب، هيبقى عندي 50 غرفه محجوزه في 3 ليالي، يعني 150 غرفه ليالي. وصلت للمعادلة اللي هي بتاعت ايه؟ الاقتصاد. الرياضة هي احد عوامل دفع عجلة الاقتصاد من خلال تسويق وسياحة واعلان. هي الوين وين سيتويشن دي، لو ما اتحققتش عمرها ما هتحقق نتيجة في الاخر. بص هقول لك حاجة، بدأت المسؤولية فعليا في الاتحاد الخماسي امتى؟ من 3 سنين. من اول ما سقطت من الاتحاد. يعني لا يعني انت من بدايه الاتحاد معاهم. يعني انت هقول لك حاجه، انا سبيشال كيس شويه. محمد يعني ابتدى معانا خلاص بطريقه بروفيشنال جدا، بس مش يعني هسميها ازاي، مش موظف الاتحاد. بالزبط. خلاص كفولنتير في لجنه تسويقيه احنا عاملينها، خلاص لا يتقاضى اجر. ثم بدا معانا يعني كماسك للديبارتمنت حقيقه من بدايه السنه يعني هو كالمسؤول الاول. انما هو معانا من 3 سنين حقيقه، وبيساعد في كل حاجه. انا بس حته بس اقولها. اتفضل شمس. ان بما انك انت قلت من اول كابتن صالح سليم، فانت نسيت كابتن عبد الصالح الوحش. أوه. ونسيت كابتن محمود طاهر. محمود التسلسل طبعًا. التسلسل هو كله هو طبعا يعني ايه، هو طبعا الميزه في النادي الاهلي ان كله مكمل لبعضه. خلاص ممكن وده اللي احنا بنتمناه في الرياضه، ان ايا كان مين جاي بعد التاني فهو لابد ان يكمل، ولا يعني مش هدمر او ابدا حاجه من الصفر. طب وليه ارخي نفسي؟ ما هو يعني لو كان مكمل بعض هنقدر نعمل حاجه يعني تبقى استراتيجي لونج تيرم شويه. واجيال بيسلم جيل، يعني دايما جيل بيسلم جيل. جيل بيسلم جيل، وده حاجه طبيعيه جدا. وكل واحد ليه مده بيقضيها، وفي الاخر هو بالنسبه لنا في الاتحادات هو فولنتير ورك، و اكيد كل واحد موجود بذل اقصى ما عنده، والتاني هيجي هيضيف يكمل بعديه، هيضيف ويكمل ويجود، ومن حقه يغلط. ويعني كل ده ثقافه المفروض تبقى عندنا طبيعيه.